بالنسبة للخياطات اللي ما عندهمش ماكينة سرفلة ويحبوا يفينيو الخدمة تاعهم من الداخل وعندهم فقط هذه الماكينة هذه العادية، إذا كيفاش تديروا؟ راح نجيبوا القطعة تاع القماش تاعكم هكذا مثلا، راح نتلصقوا هذه القطعتين مع بعضهم، إذا راح نحطوهم فوق بعضهم، نخليه 1 سنتيمتر على الحرف تاع القماش ونبداو نخيطوا. شوفوا معايا لهنا، رانا خيطنا القطعتين وبقاو لنا هادو الخيوط يخرجوا من القماش. دركا كيفاش نريقلو هاد المشكل؟ بهاد الماكينه فقط بلا ما نحتاجو الى ماكينه سرفله. راح نروحوا لهاد العجله هادي اللي تتحكم في الغرزه تاع الخياطه، اذا راح نحطوها في رقم 2، ونروحوا للعجله الثانيه هادي اللي تتحكم في طبيعه الغرزه، اذا منا راح نمشيوها حتى وين نلحقوا للزيكزاك المتوسط، اذا ماشي صغير بزاف وماشي كبير بزاف، راح نخليوه في المتوسط. بعدا نرجعوا للقماش تاعنا، راح نجيو للحافه من هنايا وندخلوا 0.1 الى 0.2 سنتيمتر داخل الدواسه، في منتصف الدواسه، ونبداو نديروا عليه في الزيكزاك. اذا هاي لكم حبيباتي نتيجه العمل تاعنا، واكيد ما نش راحين نكتفيو بمره واحده، فقط راح نعاودوا هاد العمليه 2 ولا 3 خطرات باش المناطق اللي رطيناهم في المره الاولى راح نستدركوهم في المره الثانيه والثالثه. وهذه هي حبيباتي النتيجه النهائيه، ما تنسونيش بلي جام ولي بارتاج.